السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال يا شباب؟ لأول مرة راح نجرب نصور من اللي شفتموا هذا البي سي كبداية، يعني متحمس والله. الأول مرة أول مرة. لا تنسوا ذكر الله عز وجل، لا إله إلا الله، وتصلوا على رسول الله، اللهم صل على سيدنا محمد. اليوم شو راح نسوي؟ راح نفتح اللي هن شو بسموه هذول، والله خوتت، اللاكي شوت. نلعب لاكي شوت ونحاول اللي هم الليجندري بوكس، اللي هن العصي الليجندري، نطورهم. دام انت قلت لي يحيى افتح الجولدن شوت واعمل ليجندري من هون، هون بتطور كل شيء، بطلع لك الارشف، بطلع لك كل شيء، بطلع لك ال 20 ليجندري. وان شاء الله يا رب نطلع ال 20 ليجندري باذن الله بهذا الفيديو. كيف التصوير شباب الاداء؟ طبعا الفيديو هذا مصور من التليفون، اما تصوير الايباد مصور من وين؟ من الاو بي اس. هاي تدريب يا شباب، تدريب. يلا بسم الله. شوف اول واحد بلاي، نغير العصا، بدناش نلعب هاي العصا، نلعب هاي العصا احسن. صح احسن، ان شاء الله يا رب يكون واضح. هيك مستحيل توصل، نقويها شوي. طبعا راح ندرب مع بعض. اوكي هيك بتوصل ان شاء الله. وصلي؟ ما وصلت. حلو، هاي المحاولة الأولى. اوه والله وصلت، well done. حلو، المهم ما نضيع ولا واحد، أهم شيء ما نضيع ولا واحد. احفظوها كيف شباب؟ خلينا نحفظها. نميل كمان شوي، نفس الشيء بالنص، احنا سويناها لهون، بنزيد. للنص بالله. أخذنا 60 كاش، مش مشكلة. أخذنا 60 كاش. هلا نحاول نضعفها شوي. مرة ثانية، هسه هيك سويناها هيك، لها بنطلع شوي لفوق. للنص بالله إذا سمحتي. طلعنا الليجندري بوكس. أوكي، هسه بنتأكد. يلا. هاي على حبك الواحد، حطلنا لايك بإذن الله، بس النقين. بسم الله، شوف. إيه. شو هذا؟ اه بعتولي اربع صناديق، صح اربع صناديق. صدقت. حلو، طورنا يا عصا. هي حظ كل واحد اشترك في القناه. حلو. مش مشكلة. يلا. خلونا نفوت طاولة جديدة، نفس الشيء، بس والله يا معلم هاي أصعب، هاي من تحت هيك. طيب هاي لازم نخفف هيك، ما راح توصل. المهم إيش نوصلها يا للواحد، المهم نوصل لهذول الأربعة، لازم نوصل عشان نحفظ كيف الباور. حلو، جميل. هلا إحنا هيك بالسليم، جبنا السليم، نجيب بس الأربعة. بقول هذا جولد بون زي ما قلتوا لي انتوا، نعمل هيك ونقويها شوي. لا هيك، لا هيك نقويها شوي، هيك لا هيك كمان شوي، هيك للنص، نص 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 بالله. والازرع هي الازرع مش النص. لا طيب، هاي الاصفر، لا تقول لي الابيض، اصفر. يلا هاي حظ على واحد فيكم. طورنا الارجنجل، كفو. مين اللي حظه حلو والله؟ مين ها؟ الأرشو. نايس، طلعنا وحدة. نطلعه إن شاء الله. نفوت طاولة جديدة. تركيب تركيب.
يا زلمه طب الله خلينا نكبر على الشاشه عشان نشوف اكثر. شايفين هيك؟ بسم الله حفظوها شباب. لتحت الخط بشوي، تحت الكره بشوي، هيك لا هيك. اه وين مسافر هاي؟ وين راحت علينا وحده؟ نفس الشيء ولكن لا نخفف للنص بالله. حاجه جبنا لحم. زين شو هاد خلاص؟ راحت علينا وحده يا زلمه. عادي الواحد بيخطئ بموهبه ورا. راحت عند الاحمر صح لبعدها. إذا لازم نخفف يا روحي للأصفر بالله. الأصفر هاي الأصفر. نايس نايس نايس. على حظ حظي أنا. ما شاء الله شو الحظ الأسطوري. إيه شو هذا سيد راسي. طبعا حظك أنت صدق. هذا على حظك انت. ما شاء الله ما شاء الله شو هالحظ الحلو ها. ايه شو ها. طيب اللي بعده هذا على حظ كل واحد اسمه محمد بال محمد خاصة. حلو اطلانتس تجربة جميلة. استدعينا للشنج للارشون قطعة واحدة. اخريتها اني افوز باذن الله او مش افوز افاني تطلع لي كلهم باذن الله. بنفوت وحده جديده يلا بسم الله. ان شاء الله ربا يكون صوت عالي. انا بقدر اتحكم بالصوت بس مش عارف والله شوف بالله. لا 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 بقدر اتحكم بالصوت. وين الايباد؟ هاي صوت الايباد. نقدر نوصل الصوت شوي مثلا لهون. اوكي خلص تمام هيك تمام. يلا يلا بسم الله. صدمة كبيرة. تخفيف يا تخفيف تخفيف ما تطيرهاش. طب وصلها وصلها يا رجل. طب ما ليش انا حركت نفس الشيء؟ روحي بالله. حمراء هاي حمراء لا زرع بدها كمان ميلان. خربط لك الدنيا يا رجل. للحمراء حمراء ولا صفر 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 تاني. حمراء سهلة اما الصفرة اصعب. الأرشم الحمد لله الحمد لله الأرشم ممتاز لطود فينيس عشان هيك عشان هيك لطود. حلو ظللنا عصا واحدة مش عارف شو. والله راح ياخذوا وقت كتير هذول. لأنه قطع وقطع بيعطوك مش قطع بيجيب 60 كاش. نفس الشيء بهذا الشكل. يلا روحي للحمرة. للحمرة جبنا 60 كاش ممتاز. نفوت طاولة جديدة. ضل معنا 22 حالة. يعني إذا جبناهم بالكل نصد 20 هن 20 تقسيم 4 5 يعني 5 في 4 ليجندري يعني 20 قطعة ليجندري بنطلع. والله ممتازات 20 قطعة يعني. تاني قوله هذا بند يا حبيب. هيك مستحيل توصل هيك مستحيل. مثلا هيك لا. طيب هيك للنص هيك. اه شو بلون وصلت هيك احنا سوينا زيدها يحيى زيدها. هاي للنص ان شاء الله ولا لا لا. واو
يا اخي انا مستغرب اللعبه اذا بقويها ليش بتصير هيك؟ طلع يا زلمه قويتها قبل شوي طلع صارت نفس الواحد واذا ضعفتها ما بتزبط. لا جبت الازرق الحمد لله والله ما انتبهت. تمام هي الاحمر لا تقول لي مو الاحمر. طلعنا ثلاث محاولات يا رجل. قول لي طول اكثر. كفو كفو الاحساس. حلو معقول كمان نطور اللي هو يا اخي انا حاس شو اللي يا زلمه شو اللي نوسته انا يا رجل. الله يهديك يا اخي حد انا مش عارف كمان تنوس كيف. يلا نوسنا صوت شباب شوف هيك هذا احسن. طيب ضلنا قطعتين صح ولا قطعه واحده؟ حلو لا فكت الارشنجل يا اخي شو هاد تصدقني اللعبة تصدقني. هاي الاحمر اوصلي والا بطخك. واللي على الاصفر كان جلطتني جلطتني والله جلطتني. ضلنا 14 يا ثلاث محاولات. جميل طيب هاي هيك هيك لا وصل بس لواحد وصل. لا شو الحظ تسع النص حلوة هاي الحمراء ولا تسع أصفر 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 لا تقول لي أحمر. راحت عن بالي انه شو اسمه الله يهديك يا يحيى ممتاز طولنا الارشن ارشن ارشن حلو بس يا اخي ما فيها تكرار هاي الشغله ما فيها تكرار هيك انا شايف يعني كانه حلو ام هو تكرار كله مالك يا رجل تحشرنا راح بالي انه في شيء عندي ما عرفت شلون. يلا المحاولة اللي بعد يعني يعتبر لنا 8 صناديق حلوين 8 صناديق لا حلوين هيك للصفرة ان شاء الله تعالى هيك لا للصفرة ان شاء الله تعالى بالله للواحد بالله بصير معكم زي هيك المشكلة معي محاولات انتوا معكوش محاولات المشكلة انا بقدر اجيب محاولات ما بتقدروش تجيبوا محاولات هيك طيب شو اللي صار بالله هاي فيه الواحد إيه لا ما ضاع الفرصة ما ضاع الفرصة اهم اشي ما تضيع اهم اشي هيك هاي للنص هاي للنص خلاص لقينا الحل مباشرة بس تلاقي اول ضربه كيف تنضرب خلاص تلتقى الحل الثاني. حلو هاي تطويره كمان حلوه يعني هاي الفاير جميل اوه لا شنجل هاي نايس 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 ضلنا قطعتين بس فيش كمان المحاولتين الاخيرتين اذا خربط فيهم راحوا علي يا رب ما يكونوا صعبات ولي يا رجل تركيب اذا ما عيش في غير محاولتين بالله عليكم بدي الستين وبدي الاربعة بس ما بدي شيء ثاني يا روحي بالله النص بالله عليك النص معي محاولتين بس كفو 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 كفو
مليح مليح مليح، الواحد لازم ما يقول لا يعني. نفسها يلا آخر محاولة نفس الضربة يا روحي. هاي فيها اللي هن الستين، طلعنا الستين وطلعنا الأربع صناديق ضربتين بس. هذا هو اللي بدنا إياه، هذا هو اللي بدنا إياه. شو ضل عندي؟ آه لازم أشتري ثلاثة. لا ما بديش أشتري. أنا أشكركم جدا، شوف شو طورنا والله. نقدر نطور إشي. شو هذول عروض؟ قولي ناش نشتري. طيب شو في عروض هون؟ اي عروض كان التطويره الاولى، هاي التطويره، هاي الارشن. اه طور الارشن مره حلوه، صار سبتها اربع قطع ول. وهي طورناها مره كفو، وبرضه طورت هاي مره حلوات. هلا انا ضايل لي كم ليجندري؟ انا ضل لي ليجندري واحدة. شو هي ليجندري بالله اللي ضلت لي؟ هاي اسمها الفالكيري، ضلت لي قطعة واحدة. يعني بجوز والله اعلم لو اني اشحن كمان عرض ممكن تطلع لي، عرفت شلون؟ اذا بوصل 7000 لايك على الفيديو بشحن مرة ثانية. غيرك لا لا والف لا. لا تنسوا الذكر لله عز وجل. اخر اشي لا اله الا الله، صلى على رسول الله. ما بصير على سيدنا محمد مره ثانيه عشان يكون ذكر الله عز وجل كثير. السلام عليكم.